تاني بعد البريك، خدنا بريك أطول من اللازم، ساعة ساعة إلا ربع. أوكي طيب، إحنا كنا واقفين إيه في البوتوكس؟ قول لو ليه تعليقات يقول عشان نبقى انتهينا منها. حواجب هيك وبدي اياها من 21 يعني ارخص بس خلاص اوكي ايوه معاك معاك. سوي فوكس بارت يعني رفع حول طيب قلناها بالتفصيل الممل في اول محاضرة في البوتوكس. هنبقى عادي، بس المهم العضلة تكون باينة قدامك. السؤال بتاع زميلتنا، ازاي تعمل رفع الطرف الحاجب lateral eyebrow، اظن اتكلمنا فيها بالتفصيل بالتفصيل. عشان نرفع طرف الحاجب ده، نسيب المنطقة اللي مقابل لها في الفرونتاليس ما نحقنهاش بوتوكس، ونيجي عند الجسم طرف الحاجب ذات نفسه ونطلب منها طلب. وانا حاطط ايدي اقول لها اغمزي، هتغمز هلاقي ايديا نزلت لان العضله نزلت، معنى كده العضله دي شغاله، هدخل احقن فيها في قلب الشخص. حتى ولو في قلب شايفه شعر حاجبك ده عادي، في قلبه تدخلي تحقني مفيش مشكله، اهم حاجه يكون في عضله، سواء بقى في شعر او ما فيش شعر، بس في الغالب يكون في شعر. هتقوم ماسكه دي كده، هتقوم ماسكه دي وتطلق. طب تعالي انت، تعالي 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 لي تعالي لي انت، مش هكسه انت، هتغلبيني لحد اخر الكورس. كيف اسال ادور اي ما انا عارف، امسكي طرف الحاجب بتاعي، اوكي امسكي طرف الحاجب بتاعي انا. احسن طيب يعني لما نزل هيك انت ما حسيتيش بالنزول؟ حسيت بس هو فهمتي لسه فهمتي انا طلبت من المريضه ايه؟ لا اللي ماشي، انت بتيجي بدون سبب وبتمشي. تعالي اقفي، كملي كملي، مالك 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 انت، يعني ليه اخاف منك؟ ليه اخاف منك؟ اهو هتمسكي ده كده وهتطلبي من المريضه ان هي تغمز. غمزتها، يعني بس نزل حقن بنفس هاي المنطقة شفت العضله دي بقى؟ هي دي العضله اللي بتؤدي لنزول الحاجب. ما بحقن فيها لا تحقني فيها لان دي اللي بتؤدي، ما انت لما بتحقني بوتوكس بتعملي عكس الموضوع، يعني بتوقف العضله، فلما تيجي تغمزي العضله مش هتنزل، نعمة الصوتة هتقعد قدام سكر الباب وبتسيب المنطقه اللي مقابل ليها دي ما بتحقنهاش لانها بترفع. يعني مستحيل نحقنها عشان انسي المنطقه دي خالص، ده عشان ترفعي طرف الحاجب ده كل ده بالبوتوكس. فيكي تعمليه بالخيوط، لسه هنتكلم على الخيوط، احنا بنتكلم على البوتوكس. البوتوكس عشان ارفع طرف الحاجب، امسك المريضه بتاعتي اقول لها اغمزي، هتغمز، مسكت العضله احقن فيها نقطتين، ونيجي في المنطقه بتاعت الجبهه المقابل ليها ما احقنش فيها بوتوكس لان دي العضله الوحيده اللي بترفع الحاجه، فهسيب الحته دي بتلعب، متعمد ان هي تسيبها تلعب. You are so welcome. الوسط بقى ده قصه تانيه بقى، الوسط بقى مارسي حياتك بقى الطبيعيه، يعني الوسط نحقن فيه لما يكون مستاهل. ما فهمتش سؤال؟ الوسط ملوش دعوة بالموضوع، الوسط ده ماشي اوتوماتيك زي ما شرحت لك. اي حاجة تانية في البوتوكس؟ عرفتوا رفع الحاجة؟ وظننا اتكلمنا فيه بالتفصيل. راجع للمحاضرات بتاعي، انت اسمك ايه؟ إيرينا. إيرينا ارجعي للمحاضرات بتاعتنا المتسجلة، هتلاقي شارح كل حاجة بالتفصيل اللي يخليك تملي. ما تملي. الوسط والسفلي ما ترميش بتقلك فيه، ما فيش دكتور بيدي كورس بوتوكس لناس مبتدئين ويعلمهم وسط وسفلي، بس أنا بعمله كده عشان أنا بتقي ربنا فيه.
اكيد اكيد حاجه ما رمتش بتقلي عليها، مش ها اكيد انا مش رخم للدرجات دي يعني. لا لا، حاجه ما رمتش بتقلي عليها اكيد مش هسالك فيها. لا، لانك لو رفعت الحاجب هتبرز العظمه اكتر. بس دي يفضل بقى تروح لواحده بتاعت جوزلك مركزي، وتستغنى شويه بقى عن الحاجب المرفوع، وترسم لها اي تاتو، يعني ترسم لها الحاجب بقى مايكرو بليدنج على العظمه. قصه تانيه بقى، سحبه بقى بالبوتوكس وبالخيوط. بس المفروض ان العظمه البارزه دي ما المفروض تتغطى بالحاجب، ما يكونش الحاجب فوقيها. لذلك لما بشوف مثلا الايرانيات مثلا، اكتر جنسيه سحبت طرف الحاجب، لاترال اي براو اليفيشن، هم الايرانيات هم اساتذه فيها. يعني ويليهم العراقيات. ف احنا بنتكلم بقى على العظمه البارزه، العظمه بتاعت اللاترال اوربيتال ريم مارجن بالديل. ما هو الديل ده بقى، الديل بقى لو رفعه والعظمه بارزه، لا على حسب الستايل وحسب طبيعه الجسم. يعني ايه سحبه؟ يعني ترفع طرف الحاجب. ارينا عامله ايه؟ لا، هي بتقول لك رفعه بالبوتوكس، هي معترفه بتقول لك رفعه بالبوتوكس. ما هي بتقول لك هي رفعه بالبوتوكس. شالت يعني، هي عامله ثلاث اربع حاجات، شالت شويه ورايحه برضو عامله تاتو شعر شعر او مايكرو شيدنج او اله او اله كفت عشان كده او الم، وبرضو رفع بالبوتوكس عامله. ولو عاوز ترفع اكتر واكتر بقى، يبقى بالكات اي، بالخيوط، بالثريدز زي ما عشان. ما فيش اسئله في البوتوكس تاني بقى خلاص. لان انا اصلا انا استوفيته ووفيته، ولسه بقى في العملي، العملي قصه طويله عريضه. تعالوا نشوف بقى الفيلر بترتبوا كلية يا جماعة في محاضرتي يا جماعة، ما ترتبكوش في حاجة، ما ترتبكوش في محاضرتي يا جماعة. لسه ما شفتوش ارتباك. الارتباك الحقيقي هتلاقوه في الاختبار اللي هكون انا في مصر ساعتها اجازة، والارتباك الحقيقي هتشوفوه في العملي اللي هجيب الاسيستنت بتاعتي عشان تكون. مش هكون هنا، والاسئله هحطها لكم مش حسب السيستم، لا اما هتيجي تتوزع، لا اما اونلاين تجاوبي، لا اما هتيجي ساعه او كده. فانجو بس انا احب اللي موجودين هنا في اسطنبول يجوا يمتحنوا هنا. لكن اونلاين لا، مش اونلاين تيجوا تمتحنوا. إذا كان صعب أونلاين، إذا سهل هون. لا العكس. لا، ما انت اونلاين ليك في ثانيه، ما عندكش وقت حتى تفتح الكتاب وتغش. هتستخدموا معايا الاي اي الانتليجنت. ماشي، اوكي. anyway، طب نرجع. اهم، في حد كاتب لي في التعليقات بيقول لك اهم شيء العمل. فعلا العملي اهم حاجه، سيبكم من النظري ده. نظري ايه وبتاعي؟ النظري هو تمهيد للعمل، النظري هو بيخدم العمل. أكيد أكيد، مش هبقى مش هحط بلاستر على بقى، أكيد هشرح بقى.
طيب نرجع لحديثنا. فيس شيبس ده عنوان المحاضرة. يعني ايه فيس شيبس؟ يعني شكل الوش. طب وهيفرق ايه شكل الوش؟ عايز اقولك اهم شطار. حاجة في الفيلم شكل الوش. لا معلش يا جماعة اللي فاتحين مايك اقفلوا لو سمحتوا، عاوز المايك بتاعي بس هو اللي يكون شغال. اللي فاتح مايك يعمل ميوت، ميوت بليز. فيس شيب شكل الوش، لازم لما تجيلك واحدة قبل ما تعملها فيلر، طبعا لو جاي تعمل شفايف فمش هتدققي، لكن لو جاي تقول لك انا عاوز اعمل ميك اوفر تغيير شامل، او جاي تقول لي انت المفروض شايفه يا دكتور انا المفروض اعمل ايه، او انت يا دكتور انت شايف ايه، صراحه انا بسالها سؤال، بقول لها انت لما ببص في المرايه ايه اللي بيضايقك؟ ده اهم سؤال. اول ما المريضه بتدخل عليا لازم تكونوا عارفين الحوار بيتم ازاي. اول لما البيشنت تدخل عليا تقعد قدامي في الكرسي، بمسك الفايل بتاعها، بشوف بقى اللي كاتباه بره في الاستقبال، بتعاني من امراض مزمنه، بتاخد ادويه، كم عمرها، طبعا بشوف بيبان من مجرد الوش كم عمرها، بس بتاكد برضو من التاريخ اللي كاتباه، هيفرق في حاجه العمر. اه هتعرفه ازاي قدام. آه بتعاني من ايه، جنسيتها برضو، جنسيتها هتعرفني ميولها، ميولها في الشكل. يعني بيجي لي ايرانيات طبعا، عدت في نشان تشريفي بيجي لي ايرانيات، بيجي لي كل جنسيات العالم. بيجي لي ايرانيات ببقى عارف بقى ميولها ايه، عاوزه خدود، عاوزه سحبه عين كده، يعني فبتبقى عاوزه ملامح اوفر. غير لما تجي لي واحده تركيه، تركيه بتقول لي تشوك بيرقص بيرقص، اه تشوك اس. ف لا الراقيين معتدلين الصراحه، اه معتدلين وسط افريج. خليجيين يحبوا الاوفر برضو، اوفر بالذات شفايف وتكساس، مدمنين شفايف وتكساس وده شفايف تكساس ده شباب ورات، حتى الشباب ده لازم دقن مسحوبه شفايف وتكساس، اهم 3 حاجات. فالجنسيه بتحدد انا ميولها ايه يعني، واخد بالك؟ وعلى الاقل كمان طريقه اتكلم معاها في ايه. المهم بتبقى قاعده، في اول حاجه بسالها تقول لي دكتور حاجه من الاثنين، لا اما هي جايه عارفه هدفها انا عاوز اعمل كذا وكذا، ودي غالبا بتلاقي خبره. يعني ايه خبره؟ يعني حقنا كتير، او جايه تقول لي انا عيبي كذا كذا برضو، ودي مش شرط تكون خبره، ممكن تكون اول مره تتحقن بس تبقى فاهمه. السوشيال ميديا ما خلتش حاجه، سناب شات والانستجرام والتيك توك اخطر 3 برامج، اخطر 3 هم دول، تيك توك سناب شات انستجرام، اهم واخطر 3. انا ماليش في تيك توك قوي، بس انا سنابي من ايام ما كنت في السعوديه من 10 سنين. سناب شات وانستجرام خطيرين، اللي ما يعرف يعني اللي ما يعرفش يعرف. فبتبقى فاهمه وعارفه، نادر لما الاقي واحده جايه لي كده على طبيعتها على سجيتها، وبتبقى في الغالب اللي جاي على سجيتها دي لا اما داخله في التجميل جديد، لا اما ملهاش في السوشيال ميديا، لا اما مش بنت المدينه، بنت قريه او ارياف، فمش ابديتد قوي في الغالب الحاجات دي، لا اما هي من طبق ناس عن قد حالهم، ناس فوق راسنا يعني من الناس. ضد التجميل، قلت لك انا ضد التجميل، كل شيء ناتشرال. ف او في صح، في ناس يقول لي دكتور انا اعمل دلوقتي وانا 27 29. من وين هي الصفحه؟ مش عارف يعني من وين. بالظبط، او تاخد رايي، فبقول لها رايي ساعتها، وبقول لها انت محتاج كذا، بقول لها رايي بناء على ايه بقى؟ بناء على شكل الوش. فانا عندي هنا الوش اشكال كتير، بس اهم دمت اهم 3: دائري، بيضاوي، والهارت. في اشكال تانية كتير، في الدايموند، شكل الدايموند، في المستطيل، في المربع، وده البيضاوي، في المثلث ده عريض من تحت ونحيف من فوق، وفي المثلث المقلوب. ما عدنا شوية حلو ده بقى،
يبقى بتبقى يعني اي واحده صغيره في السن او شكلها يوحي ان هي صغيره في السن تطلع عريضه من فوق عادي، طبيعي ان تكون عريضه من فوق ونازله على نحيف، شوفوا شكله هيفاء وهبي كده نازل على نحيف، حتى دقنها فك السفلي بتاعها نحيف، لكن العريض من تحت والنحيف من فوق يدي احساس بكبر السن شويه. الصفحات دي يا جماعه طب هنبعتها لكم، حاضر مفيش مشكله، اي حاجه ناقصه لكم بالتنسيق مع الاستاذ حمزه هنبعتها لكم، لا تشيلوا هم، اهم حاجه بس شوفوا الشيرنج اللي انا عامله دلوقتي، ساعتها هنبعته لكم سهله. انا مليت يا دكتور، بس عم نفتح هذا المايك. مش فاهم جماعه، معلش نقفل المايك، ولو هنفتح المايك نقول نفهم الكلام اللي انتوا بتقولوه. طيب ازاي اتعامل مع كل شكل من الاشكال بتاعت الفيس دي؟ لازم كل شكل تبقي عارفه اللي هتجيلك هيبقى عندها شكل معين، وبناء عليه تقول لك انا عاوز احول من شكل لشكل. لازم تكوني عارفه الاول ازاي تحولي من شكل لشكل، عشان تعرفي ازاي تحولي من شكل لشكل لازم تكوني فاهمه هندسه الشكل ده. يعني سي على سبيل المثال اللي هتجيلك مثلا شكل مثلث عريضه من تحت ونحيفه من فوق، وتقول لك انا مش عاجبني الشكل بتاعي، ببص في المرايه حاسه ان انا عريضه من تحت ونحيفه من فوق، وبالتالي مديني احساس بكبر السن، اول تفكير هيجي لك ازاي تعرضي من فوق عشان تكسري العرض بتاع تحت، وازاي نعرض فوق هنحقن منطقه التمبلز والخدود، فبالتالي نعرض فوق، او لو عندها تهدل في المنطقه دي هنسحبها بخيوط عشان ننحف المنطقه اللي تحت. ما انت عندك حل من الاثنين، لا اما تزودي فوق لا اما تنحفي تحت، لا اما تعملي الاثنين، تملي من فوق لو عندها خسافات في التمبلز والوجنات تحمل الخدود، وتنحفي من تحت بالخيوط، يبقى انت كسرتي الحاجز بتاع المثلث للمثلث المقلوب، او على الاقل كسرتي حاجز المثلث ده على سبيل المثال الشكل ده. لما تجيلك واحده مثلا مستطيله رقم مستطيل مش حلو، عاوزة كده الوش المدور دائري، أول حاجة في دماغك إيه؟ التمبلز وجنة. أول حاجة تيجي في دماغي الوش الطويل ده، تحقن خدود، تكساس تمبلز، صدخ صدخ خدود ده لياجة. هو انا احقن تمبلز ما عندهاش خسافات في التمبلز؟ مستحيل. ليه؟ هو انا هعمل لها خدود شيكس وهي اصلا خدودها ما شاء الله حلوين ومربربين؟ لا، واحده عندها هارت شيب وسبحان الله ما حدش عاجبه حاله، الهارت شيب مش عاجبها وعاوز تبقى دائري، والدائريه تقول لك ايه وش مدور، ايه الخبز ده، ودايما والستات بالذات عقليتكم خطيره، انت باش انت الله اكبر عليك، يا ريت كل البنات زي، لكن في بنات بيبقوا مش راضيين. في واحده كاتبين صعبين النساء، شايفه صعبين النساء، اي واحده وشاهده شايده من اهلها، شكرا ميرسي جدا يا لبيب، صعبين صح، التعامل معاكم صعب، بس في نفس الوقت يعني ما نقدرش نستغنى عنه، اخواتنا وامهاتنا وزوجاتنا وكلهم ستات، فربنا يخليكم لينا. طيب نرجع لحديثنا، الشكل البيضاوي ده مثلا بتجيلك بتقول لك انا شكل بيضاوي مش حباه، هكسره ازاي؟ هكسره بالعرض، سواء تيمبلز تشيكس تكساس، وهعرفك ازاي تكسري كلها. anyway انا بعرف. طب اللي شكلها اللي عريضه اصلا بقى اكسر العرض ده ازاي؟ بالطول. وايه هي وسيله الطول اللي عندي؟ ما انا اكيد مش هعمل لها حاجه في شعرها، ما عنديش غير التشين، التشين هي الوسيله الوحيده لتطويل الوش. طب الدائريه دي بقى اللي الكل بيحلم تبقى شكلها دائري، لما بتجي نعمل لها ايه؟ الدائريه زي مين؟ زي سيلينا، مش دي سيلينا؟ دائري،
طب اعمل لها ايه؟ ممكن برضو اعمل لها بلتشين، ممكن لا اكيد لا، ممكن احقن شوية خدود فيبان ان في خسفة تحت الخدود، ممكن اكسر ده اعمل لها غمازة فتصير، فممكن اعمل لها غمازة، ممكن اعمل لها غمازة فتكسر شوية الحاجز، فاهمين؟ فبرضو الدائري برضو اقدر اتصرف برضو في الدائري. ده مش بس كده، ده من ضمن الارتيكل بتاعي كل وش والاي براو اللي يناسبه. يعني يقول لك ايه؟ يقول لك مثلا الوش الاوفل يحب السوفت ارشد، سوفت ارشد. طب الفلات ده، الحاجب الفلات، ركزوا معايا، الحاجب الفلات ده يناسب انهي وش؟ قال لك يناسب الوش الاوبلونج الطويل. لما تلاقي وش طويل اوعي تعملي حاجب كيرفد او ارشد، لا اعملي فلات. بالظبط، مش قصتنا ديت، بس مش عارف، انا حطيتها في البرزنتيشن، دي البرزنتيشن بتاعتي انا اللي مديها للاكاديمي. طيب اسبا بريفنشن، حته في البوتوكس اخيره، الناس اللي عندهم بروكسيزم، الناس اللي عندهم العصبية، بيجز يقول لك بيجز على أسنانه، جز الأسنان دوت بينتج عنه الشكل اللي أنت شايفينه دوت، دي حالة المفروض تتعالج عن طريق دكتور الأسنان، بس إحنا برضو بنعالجها. حيرة حيرة، مش بس أثناء النوم، حتى وهي صاحية، بس بمناسبة النوم بقينا بنحط حاجة اسمها نايت جارد، حامي ليلي بتاع كده زي التلبيسة، عشان لما تيجي تقعد ما يحصل لهاش فلاتند في المينا، طبقة المينا. أصل الأسنان عبارة عن طبقة بيضاء أنت شايفها قدامك اسمها الإنامل، وجواها طبقة تانية اسمها الدنتاين، وجواها البلب النخاع بتاع السنة، وبعد كده الجم اللثة. فاللي بيحصل مع الجز بتطحن طبقة الإنامل، بتتاكل، شايفة بعد ما كانت كيرفي بقت فلاتند، فيحصل الشكل ده. فبنحط من ضمن الحاجات نايت جارد، ومن ضمن الحاجات برضو بتروح لدكتور سايكاتريست، يعني بتبقى نفسية، وبتروح لدكتور أسنان بقى يشوف لو في تي ام جي، مفصل الفك اللي هو مكانه هنا، حط ايدك هنا كده واعملي كده، هتلاقي حاجة بتطلع وتنزل، ده الفك. ففي مشكلة في التي ام جي. وآخر حاجة المال اوكلوجن، اوكلوجن قفلة البق، قفلة البق لها ثلاثة ستايل، في ستايل ده تلاقي الفك القداماني متقدم، وزي عند أغلبيتنا. إزاي أعرف؟ اقفلي بقك عادي، حطي هنا، هتلاقي الصف اللي فوق راكب على اللي تحت، ودي القفله النورمال، دي بنسميها تايب 1. في تايب 2، الاثنين يكونوا فوق بعض، وده مش صح. ايفن لو انت عامله فينير او لومينير، هل دي سمايل ايه؟ يعني قصه ثانيه التقويم، هنتكلم في البشر عموما النورمال. ثلاث قفلات، لا اما قفله تايب 1، لا اما تايب 0، لا اما تايب 2. بيحصل بقى تقدم الفك، ودي طبعا اسوأهم في الحس الشكل، ان يبقى الفك السفلي متقدم عن الفك العلوي. فممكن يكون في مشكله في المال اوكلوجن، القفله فيها مشكله، فبالتالي بيقعد. فدي مشاكلها، ازاي بنعملها؟ بنرخي زي ما قالت زميلتنا، ان احنا بناخد خط منين بقى؟ ما تاخديش من فوق هنا، خدي من عند حلمه الاذن، اللوب اوف ذا اير. الاذن فيها اتنين لاند مارك، فاكرين ايه هما اللاند مارك بتاعت الاذن؟ لوب اوف ذا اير والتريجس، تريجس الحته اللي في النص. فانت بتاخدي خط من اللوب اوف ذا اير لحافه الفم، اورال كوميجرز، اهو من هنا لهنا، اخدت خط، اقسمي الخط ده بالطول. يعني ايه؟ نفس المستقبل يعني هتاخدي خط من هنا لهنا، اهو خدت خط، تعرف نص المسافة بالظبط، واقسميه بالطول. تمام، قسمته بالطول،
اصبح عندك 4 مربعات، 1 2 3 4، مالكش دعوه بالصوره. انا الصوره دي اصلا انا جايبها بس من على النت كده، خليكي معايا يعني. اخدت خط وقسمتيه بالطول، فاصبح عندك حاجه زي الصليب. الصليب هيديك 4 مربعات، خليكي في المربع الخارجي السفلي اللي هو هيبقى هنا 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 كده، مربع اللي بره تحت. خدي فيه 4 نقاط، ال4 نقاط متوزعين بقى 1 2 3 4 داخل المربع. وعشان تتاكدي حط صبع الابهام في الحته دي عند المريضه وقول لها جزي، هتجز هيطلع. بص هو دي العضله، احقني في كل نقطه من دي 5 يونت، تخيلي 5 يونت مش كتير يا دكتور. ما انت جايه في اقوى عضله في الوش، اقوى عضله في الوش، 5 شرطات من الشرط الصغير كل نقطه. انت عندك 4 نقط يعني 20 شرطه، 20 يوم. اولا لان العضله دي اكيد مش هحقنها الا لما تكون فعلا قويه، دي رقم واحد. رقم اتنين ان العضله دي اقوى عضله في الوش، فما بتهداش غير بالشكل عشان ترتخي. ترتخي ده فما تجزش، تيجي تجز مش هتعرف تجز اصلا. طبعا ده هيقلقها في المضغ وبلع الطعام، بس عادي مش مشكله يعني، ممكن تاكل حاجات سوفت اهون من ان هي تبوظ سنة. اللحم بالذات يعني، اللي بيقول لي عندي في العياده بيعملوا بروكسيزم، مش هتعرف تنضغ زي اللحم، مع ان ندغ وبلع الطعام مش بس المسيتر، العضله دي اسمها المسيتر مصر، مش بس المسيتر هو اللي بيتحكم فيها، في العضله دي كمان التمبراليس. اقعد كده هتلاقي دي بتتحرك معاك، بس دي اقواهم. بس دي الحاجه الوحيده اللي كنت عاوز اذكرها في البوتوكس. نيجي لاشكال الوشوش، عرفتوا مبدئيا لما نيجي في الفيلر هنعمل ايه لما يجي لنا وش عاوزين نحوله من شكل لشكل، خدتوا فكره مبدئيه. لا في تفاصيل اكتر، بس احنا حبيت اجيب دي اقتبس دي من البرزنتيشن دي عشان نخش على برزنتيشن تانيه دلوقتي اللي اسمها بقى الايه، الفيلر. فيلر انجكشن، عاوزين نعرف هو احنا ليه اضطرينا نحقن فيلر اصلا، ايه اصل الحكايه وايه اصل الموضوع. اصل الحكايه واصل الموضوع يا حضرات ان الوش مع الناس الاطفال والبيبيهات كان وش جميل حلو ما فيهوش اي مشاكل، خالي من التجاعيد الانسان لما كان بريء. امال هو ايه اللي فقد البراءه؟ فقد البراءه الزمن وغدر الزمان اللي احنا فيه مع تقدم العمر مع الايدجينج. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان طبقه الدهون السفليه اللي لونها اصفر دي بتسيب بعضها، كانت لازقه، كانت attached with each others. So changes in the skin and fat component اللي هي بتترك بعضها تاركه فراغات ما بينها. وانتم فاكرين يعني البيبي لما بتولد يعني بيبقى عنده خط ابتسامه واضح؟ ولا بيبقى عنده خصفه تحت العين؟ ولا بيبقى عنده مشكلة تهدل هنا؟ ما عندوش. ليه؟ لأنه كله لازق في بعضه مع تقدم العمر، جينات الزمن. وطبعا مش بس تقدم العمر، ليه مش تقدم العمر؟ بالدليل بيجي لي واحدة في العيادة 20ية عندها مشاكل، واحدة عندها 40 و50 سنة. ده معناها بقى إن هي مش بس تقدم العمر، في عوامل تانية زي إيه؟ زي اللايف ستايل، التدخين، التغذية، الوراثة، الجينات، ممكن تكون حاملة جينات فيها مشكلة. الكحول، ناس بتتعاطى الكحول، ناس بتتعاطى مخدرات، الحاجات دي كلها من العوامل اللي بتاثر ان يحصل ايجنج قبل الاوان، توصل للايجنج افكت قبل الاوان مع سن لا يتناسق معها. anyway وصلنا للمشكله اللي عندنا، وبقى عندنا تجاعيد ثابته. ليش معنى تجاعيد ثابته؟ لان التجاعيد المتحركه احنا عمالين نتكلم فيها بقى 3 محاضرات دلوقتي اللي هي البوتوكس، لكن دلوقتي احنا داخلين في التجاعيد الثابته. سواء المريضه عملت تعبير وش ما عملتش تعبير وش، هي ثابته وموجوده ولازم اشوفها بعيني، ودي هيكون حلها الفيلر. فيلر من اسمه هي ماده مالئه تملى،
تملى تجويف، تملى حفرة، تملى خط، تملى. وبما ان هي تملى حفرة او تملى خط، كذلك الحقن بتاعي لازم يكون متوافق مع الحتة انا داخل احقن فيها. ما انت مش معقول هتحقني خط ابتسامة زي ما بتحقني خدود. لما اجي احقن خدود اكيد هحقن حاجة زي الكورة، لان الخد شكله زي الكورة، وخصوصا الخد الاساسي ده. اصل الخدود يا جماعة عبارة عن حاجتين، ميديال تشيكس خطوط خد داخلي، ولاترال تشيكس المكان اللي بتحط فيه البلاشر في الميك اب. الميديال تشيكس ده الكوره، اتس اوكي هحقن كوره. ايه ده هتحقن كوره؟ ايوه هدخل بالفيلر واحقن الماده بتاعتي وانا واقف. طب ولما يحقن، ولما هيحصل ايه لما تدخل وتحقن الماده وانت واقف؟ الماده هتطلع في صوره كوره، انا دخلت اهو وملت معايا كوره. لكن اكيد مش هتحقني اللاترال شيكس برضو كوره، لانه اصلا شكله مش كوره، اكيد هحقنه في صوره خط. كذلك خطوط الابتسامه، خطوط الابتسامه في صوره خط، فهحقن في صوره خط. لذلك طرق الحقن مختلفه. ما نيجي نشوف فيديو بيوضح طرق الحقن، سواء بقى الحقن الخطي او الحقن الكوري. قولي يا كنت ايه، قولي كنت ايه. اوكي سو وين اللازمة؟ مش فاهم حاجة. في مسافة بين العين اوكي وهون وهون مش بين الناس. طب اجل السؤال ده لاخر المحاضرة يمكن اقدر اجاوبك عليه. ايه؟ حاضر هجاوبك على كل اللي انت عامله. طيب عاوزين نشوف فيديو ديسكتوب. دي الفلاشة بتاعتي بودس بغداد 6 مارس بوتوكس. طرق الحقن المختلفة فيديو، ده فيديو أعتقد. اوعى تقول لي صور. معلش يا جماعة ثواني. فيو لارج ايكون فيو لارج ايكون. لا بيبي بلو بيفور اند افتر. إيه اسمه؟ بي سي. وانا عاوز اعمل سيرش. اسمه بي سي بي بي سي إيه بي سي. ما فيش بي سي فيديو. طيب الفيديو اوكي. فلور انجكشن سيستم. طيب بصوا يا جماعه، الصوره هتبين برضو. بصوا على الصوره دي، اوبن ويز اوبن وس 3D. طب ما اوبن وخلاص. مستحيل. طيب بلاشها خالص، مش عاوزينها. اه
ركزوا معايا. هو انا لما اجي احقن فيلر بتاعي زي ما قلت لكم على حسب المنطقه اللي انا بحقن فيها، لا اما هحقن في صوره كوره، والحقن في صوره الكوره اسمه بولس، بولس تكنيك، لا اما هحقن في صوره خط فبنسميه لينير تكنيك. اظن العقل يستوعب ان انا لو بحقن خط هحقن، لو انا بحقن حاجه في صوره خط هحقن خط فيلر، لو انا هحقن منطقه فيها دائريه هحقن فيلر في صوره كوره. تأكدي ان انت لما بتخش بالابره بتاعتك، سواء بقى بتخش عمودي 90 او بتخش بزاويه 45 او زاويه 25 او زاويه 15، دكتور هو ايه فرق ما بين دخولي كده فرق السماء من الارض؟ انت لما بتخش عمودي معنى كده ان انت عاوزه تخشي لاعمق طبقه، ده باعتبار ان الابره طويله. لكن تخيلي لو بتخش عمودي والابره اصلا قصيره، يبقى مش هتخش عميق. ايه ده؟ هو عامل زاويه الدخول مش ده العامل الوحيد اللي بيعرفني اذا كنت انا عميق ولا سطحي؟ امال ايه؟ قال لك في عاملين مهمين جدا، ان صح التعبير 3 عوامل. اول عامل طول الابره بتاعتك، ابره طويله يبقى هتخش عميق، ابره قصيره مش هتخش عميق. طبعا ده اهم حاجه. رقم 2 زاويه الدخول اللي انت شايفاها دي، لما تكون ابره طويله وزاويه دخولك 90 ساعتها تقول انا خش عميق. بس لسه برضو في شرط ثالث، هو انا داخل بالابره قد ايه؟ صح، ما انا ممكن اكون بابره طويله وداخل عمودي بس يا دوبك اعدي طرف الابره. ياه، 3 عوامل مرتبطين ببعض ما يقدروش يسيبوا بعض، طول الابره، زاويه دخولك، وانت مفوته الابره قد ايه جوه الجلد. ايه يا حبيبتي؟ انا مش فاهم سؤالك. انت عايز تدخل تحقيقي عميق، يبقى انا هجيب ابره طويله وهدخل عمودي وافوت كامل الابره. يبقى انت لازم قبل ما تخش تحقيقي تسالي نفسك 3 اسئله. هو انا مستخدمه ابره طولها ازاي متوافقه مع الحته؟ طبعا هنمسك كل حته في الوش نفصصها لسه مع محاضره النهارده والمحاضره الجايه كده. اي طريقه حقن فيهم؟ لا، على سؤالك مش صح. كل منطقه وفيها اللي يناسبها، في اماكن هقول لك اجباري خش فيها كده، في اماكن تانية هقول لك اجباري ادخلي كده. هنمسك كل حته في الوش واقول لك ايه القصه، وفي اماكن هقول لك عندك 2 اوبشنز. بص بقى، عندك يا اما تخش عمودي وتحقني كوره، يا اما تخش سطحي وتعملي مش كده. فهماني؟ يعني في اماكن اجباري وفي اماكن هديك اختيارات. فهمت الفكره؟ كل منطقه لها قصه طويله عريضه، تحت العين غير التشيكس غير التمبلز غير الشفايف غير الدقن غير التكساس، فاهماني؟ غير ال 111 دي، غير خطوط الابتسامة. بس أنا دلوقتي بديكم أساسيات. طيب، يبقى أسأل نفسي 3 أسئلة وأنا داخل أحقن. أنا مستخدم إبرة طولها إزاي؟ وأنا داخل بزاوية إزاي؟ ويا ترى أفوت الإبرة نصها ولا ربعها ولا تلتها؟ طيب، عشان ما انتهوش اللي بعده. فوت عميق، يبقى فوت عمودي، يبقى انا كده الى حد ما هبقى عميق طالما الابره طويله وطالما انا داخل بكامل الابره. فوت السطحي زي الزاويه دي كده، تخيلي كده انت داخله في اليزا كده بصوره سطحيه، داخله سطح قوي، مهما كان طول الابره كبير فانت سطحي. تيجي نشوف ازاي؟ تعال نشوف ازاي. ادينا النور عشان الناس ما تنامش. انت حظك هنا خلاص، اللي هنا ده بيبقى مكتوب عليه كده. الحقن السطحي دايما بيبقى بالزاويه. يعني سي انا اتخيل ان دي ابره الفيلر، ولو انها مش ابره الفيلر، دي سرنجه عاديه بتاعت الصيدليه، بنسميها انترا ماسكولار سيرنج، سرنجه بتاعت العضل. انا اتخيل ان دي ابره فيلر،
تخيل انا داخل عمودي، لا خلاص انا مكتوب عليا يا معلم ان انا داخل هلمس العظم كمان لو في عظم. لكن تخيل انت داخله سطحي، شايفه زاويه دخولك، فانت تفضلي سطحيه، عمرك ما هتبقى عميقه. حتى لو الابره طويله، حتى لو الابره طويله، حتى لو الابره قد كده كبرها، على حسب بقى المكان اللي انا عاوز اوصل له. يعني سي مثلا انا عاوز احقن تحت العين، ما بدخلش تحت العين واحد، ادخل من بعيد عشان اوصل لتحت العين. يبقى اذا مع الابر الطويله وزاويه الدخول السطحيه لازم يكون عندك انتري بوينت، انتري بوينت نقطه دخول، وتارجت بوينت نقطه هدف. هيكون نقطه دخولك من هنا لكن مستهدفه النقطه. انا بديكي اساسيات، لسه ما اتكلمتش في تفاصيل، انا بديكي مثال يعني. ماني بحب دايما ادي قواعد ترمينولوجي عشان هنبني عليها اللي جاي. طيب هنا بيكون دايما عندك انتري بوينت، وبيكون عندك تارجت بوينت نقطه دخول، ونقطه مستهدفه. ده في حاله الدخول ده. اما لو انا داخل عمودي بتكون هي نقطه دخولي هي نقطه مستهدفه، لانك انت داخله هنا عمودي خلاص رايح للهدف دايركت. لكن هنا بيكون في تحايل شويه، داخله من مكان بس عاوز تحيني مكان تاني. الاورده والشرايين، برافو عليك. زميلتنا بتسال سؤال حلو جدا، منطقه تحت العين مثلا ندخل بايه؟ لا ندخل بالكانولا. هندخل بالكانولا ازاي؟ عن طريق ان انا هيكون معايا ابره. انا افترض ان دي الابره، افترض ان دي الكانولا. الكانولا بركبها على راس ابره الفيلر دي، كانولا اهي، ودي الابره اللي هفتح بيها. بقوم جاي هنا فاتح الجلد بتاعي، خلاص عملت فتحه، خلي الابره موجوده جوه، وليكن دي الفتحه، تمام، وليكن دي الكانولا. فتحت الفتحه، تكون غالبا بيبقى بيشتغلوا معايا اسيستنت. بقوم واخد فولد، واخد فولد، واقول لمريم ريموف، تقوم شايله ده، حاطه ملبسه الكفر بتاعه، واقوم داخل بالكانولا، واقوم داخل بالكانولا، داخل الكانولا. المكالمة مرتبطة بإبرة الفيلر، مرتبطة بيه، داخل بالكانولا، وبدأ بقى بشتغل بقى زي ما هتشوفوا لما نتكلم في منطقة تحت العين. فاهماني؟ اه طبعا، من ضمن الحاجات اللي بيبقى عندي نقطة دخول ونقطة مستهدفة، عشان ما بحبش احقن تحت العين لان المنطقة رقيقة. لكن منطقة الخدود اقدر استهدفها لان المنطقة تستحمل. طيب طب تعالوا بقى نشوف كل اللي احنا ذكرناه دوت في صورة عملي. عاوز احقن حدود، سوري، عاوز احقن خط ابتسام، اعمل ايه؟ احقن في صورة خط. ازاي؟ بتجيبي، لا مش سطح، يعني مش سطح، يعني قصدك يعني بزاوية، مش عمود، مش عمود، 45. الاول بجيب سرنجة الفيلر بتاعتي، وبيكون متركب فيها نيدل جاي معاها. وخدوا بالكم بقى في المقاسات اللي جايه دلوقتي، عشان هنعتمد على شغلنا كله في النظري وفي العملي. ايه قررت ايه؟ هنعمل العملية امتى؟ اي ابرة هتستخدميها في الفيلر؟ طبعا البوتوكس ما اتكلمناش ليه في الابر، وقمت وعملت الوضع ده لان ابرة البوتوكس معروفة، هي البي دي لونها برتقالي. في ابر لونها ازرق؟ شفتهاش.
بشوف دايما البي دي اللي لونه برتقالي. لا عمري ما جبت الازرق الصراحه. ابقي وريني، ابقي عندك منه في العياده، ابقي وريني واحد منه لو عندك، او ابقى طلعه لي على جوجل اشوف. اما الفيلر اشكال والوان بقى الابر، طب هختار ايه بناء على ايه؟ اختار بناء على يفتهم البي دي اسم الماركة اللي احنا جبتها لكم، لا اسم الشركة اللي بتصنع السرنجة. لا ملهاش، هي شركة اسمها كده، المصنع اسمه كده، الإبرة البرتقالية يا جماعة بتاعت البوتوكس اسمها بي دي. عفناها على صفحة دي بقى، تعالي بقى نركز في الفيلر بقى. إبرة الفيلر اللي هو بنسميه النيدل يعني، اهو النيدل، نيدل هذا النيدل لازم يكون فيه رقمين، جور ارقام، رقم للطول اللي هو اللينس، ورقم للدايمتر. قطر اللينس بيبقى رقم طوله سنتيمتر، ملي ولا سنتي؟ لا مش سنتي، 13 ام ام، انا اسف، 13 ام ام بالمليمتر. بيبقى رقم بالملي متر، والديامتر اللي هو قطر الابره، تخنها، ابره نحيفه متوسطه تخينه، بيكون بالرمز اسمه جي. وهنا رقم، تعالوا نشوف الارقام اللي هنا في عالم الفيلر هي ايه، وتعالوا نشوف الارقام اللي هنا في عالم الفيلر برضو هي ايه، في عالم الطول وعالم الدايمتر. هاتلنا من الاستاذ حمزه، قولوا له هات لنا قلم بيكتب، بيعمل حد فيكم يقول الاستاذ حمزه هات لنا قلم بيكتب؟ هات لي الاستاذ حمزه، معلش انت مكتوب عليكي ما تقعديش في المكان ده تاني. ايه كيف عرفتي؟ ليكي تجربة، ليكي تجارب سابقة. قولوا طلع لنا واحد جديد بالله عليك، افتح لنا واحد جديد. لا اللي فيكم ممل من محاضرتي عادي عادي، تقدروا تستأذنوا، انا ما طلعت ايطالي وانا متمسكه. تقدري تستأذني وعادي، ليكي كامل الحرية، لكن مش فوق اللي هو عاملين زي فسحة. ايه فسحة؟ خدنا فسحة، يا نهار ابيض خانقكم، انا لا بس ليش صدمتيني. ما بيكتب حلو هو زي الفل، ظلم حمزة ليه؟ حق اخاف من العقرب قسما بالله، مش من فراغ، مش من فراغ، مش من فراغ. طب حد ينادلها بقى، تعالى بقى عشان اهو بيكتب، اهو اهو بيكتب اسمه زي الفل. أنا يوسف خمس لا حول الله يا رب، لا حول. خليكي متفائلة يا بنت الحلال، مالك؟ ما احنا مش هكتب قصة حياتي انا برضو. وايه المجموعة؟ انا عاوز واحد ابرك من 10. الحمد لله، الحمد لله، ده حلو. بس خلاص، اهو اهو بس ده كويس اهو.
الطول والدياميتر. الطول في عالم التجميل مش هيعبرك غير 3 اطوال، او بمعنى صح مش هتحتاج غير 3 اطوال. اول طول اسمه طول 4 ام ام، احنا الطول بالملي، وال 4 ام ام ده هتشوفيه كده صغير، ده اللي بنحقن بيه الشعر، ونحقن بيه برضو الوش كنضاره. ده في الغالب مش هتستخدميه في الفيلر، في الغالب هتستخدميه في البي ار بي والنزل. يبقى ال 4 ام ام دوت هتستخدميه في عالم الميزو وعالم اسمه البي ار بي. اوكي، ده اول طول. تاني طول، طول هتلاقيه 8 ام ام، و8 ام ام دوت، 8 ام ام دوت مش هتلاقيه غير في السرنجة بتاعت البي دي اللي احنا قلنا هنستخدمها في البوتوكس. فلذلك ال 8 ام ام دوت مش هنستخدمه خالص في الفيلم. مفيش ابر طولها 8 ام ام غير ابره البي دي اللي هي البرتقاليه الثابته دي. بالمناسبه الابره البرتقالي اللي انا قلت لكم عليها اللي هي ماركه البي دي، وريتكم صورتها من شويه، الراس بتاعتها راس ثابته، ما تقدريش تشيلي ما تقدريش تفصلي الابره عن السيرنج. امال لاصقه فيها، خلاص الاثنين فيكسد، نسميها فيكسد واحد، حاجه واحده. طب اللي انت عمال تتكلم فيهم، لا اللي عمال اتكلم فيهم دول عباره عن حاجتين، عباره عن سيرنج عبارة عن حاجتين، عبارة عن نيدل، ده اسمه نيدل وده اسمه سيرنج. والنيدل عبارة عن اسطوانة والبلانش، نقدر نفصلهم عن بعض، نقدر نفصلهم عن بعض حتى إبرة الفيلر تقدري تفصليه، ده بلانش ودي الاسطوانة. ايه كلمات سيرنج بلانش نيدل سيرنج بلانش. دي ابقى دي حلو السؤال. دي إبرة أنسولين سعة 1 ml، وهتلاقي النيدل بتاعها طوله ل 12 ل 13 mm. دي للبوتوكس مش للفيلر. اقري كده بقى في الصفحة الخارجية، ايوه اقري المواصفات. ايه بس دي ابرة الانسولين العادية النورمال، دي العادية. اتفضل اقري لنا كده مواصفاتها، الارقام بتوع النيدل من ورا. لا ده في مواصفات كتير، اوصلي بس الحاجة جنبها ام ام وحاجة جنبها جي، اديها لصفينا 13 ام ام اللي هي رقم 3 بقى اللي هكتبها دلوقتي. وكم جي؟ هتلاقي 27 جي 26 جي. تلتاشر ام ام 26 جي، اللي هو نص بوصة يعني، واحد على كم؟ نص بوصة. طيب ركزوا معايا، ركزوا معايا، عرفنا خلاص ان ده 4 ام ام بتاع الميزو، 8 ام ام بتاع البي دي ثابت، تمام. امال ايه الطول التالت؟ 13. مش ده كان حلو؟ حسبتين 13 ام ام اهو، الحمد لله 13 ام ام. وال 13 ام ام ده بقى هو ده اللي بنستخدمه في عالم الفيلر. ده نكتب جنبيه كده عالم الفيلر
يبقى انت عندك ثلاث اطوال 4 mm بنستخدمه في عالم الميزو والبي ار بي سواء للوش او الشعر. عندك ال 8 mm مش هتقابليها غير في سرنجة البي دي حصرا اللي لونها برتقالي. وعندك ال 13 mm ده اللي ده بقى هو ده الطول بتاع عالم الفلر 13 مللي، لان لقوا ان الطول ال 13 هو الطول المناسب لحقن الفلر. طب ده اول خاصيه اللي هي اللينس الطول. طب تعالوا نشوف تاني خاصيه اللي هي الدياميتر قطرها. هو قطر الابره هيفرق معايا ايه يعني في حقن الفلر؟ قطر فتحه الابره، الدياميتر ده قطر فتحه كلامي كله عن النيدل، كل كلامي دوت على الابره دي. ايش جات كبرها ايش جات سمكها، ايش جات كبرها فهمنا الطول ده مهم في ايه. طب ايش جات سمك الفتحه مالتها هتفرق معايا في ايه؟ ايوه حلو. وايه وبالتالي ايه يفرق معايا في قوي يعني بمعنى اصح هسالكم السؤال بمعنى اخر، امتى استخدم واحده تكون فتحتها نحيفه وواحده تكون فتحتها ما بتفرق في المنطقه؟ واحد وتحطها هي راح تكون فرنك ممكن يتاخد لانه بتحس بخطيط على اه انت قصدك مع الفتح مع ال... اها هذول يكون فرنك. فكل واحدة منهم إلا الإبرة اللي لازم انا سؤالي مش في الطول، سؤالي في الفتحه بتاعه النيدل. انا اي صح حلو حلو. لا حلو صح طبعا. هو انت دلوقتي لما تكون الفتحه بتاعه النيدل واسعه بس اقل ضغطه يطلع معاك كميه فيلر كتير صح. ايه تاني هو خدوا بالكم دي فيها ثلاث اربع استنتاجات زميلتكم قالت اول استنتاج. اربطوا بقى الاثنين مع بعض. الله ايوه دي اللي عاوز اسمعها، هي دي ان معلش اتعصبت حمست. هي دي اللي عاوز اسمعها، ان كل ما كان الفيلر تقيل كل ما يحتاج ابو الفتحه اوسع، وما ينفعش احط ابو الفتحه الضيقه لان الفيلر هيطلع معايا بالصعوبه. والعكس صحيح، لما يكون عندك سوفت فيلر، فيلر ناعم بتاع تحت العين، فيلر ضوئي خفيف، فاجيب الابره الضيقه، لان لو جبت الابره الواسعه دي عشان سبب اخر، ان اصلا منطقه تحت العين منطقه دقيقه فمحتاجه ابره ناعمه. بس في سبب برضو اوجه، سبب برضو اهم، ان اصلا السوفت فيلر ناعم، الفيلر خفيف بيطلع بسهوله كانه زي كانه ماي، مش ماي بس كانه. فبالتالي محتاج انعم واحده ارفع ابره عشان اقل دفعه اقدر اتحكم فيها. تخيلي بقى لو حاطط حاجه فتحتها واسعه هتلاقيه تك مع اقل واحده تلاقيه فاهمين؟ لا الفيلر بتجيلك الابره جاهزه تك تك تك. لازم تعرفي اي فيلم. بس انا سمعت في واحد هيك سكروا له المكان شيء عم يدخل مي تبي لك دوزو واحد يحسن كذا مع مي. انا اشتغلت في فاليو زو سنه ونص اول ما جيت تركيا. انا بقالي 5 سنين في اسطنبول، سنه ونص في فاليو زو، وبقالي 3 سنين في وسط البلد. الاول كنت في اكسراي، دلوقتي بقيت في نشان تشي بقالي سنه. لا ما فيش حاجه اسمها حقن ماي في اللي بيجيب فيلر. ما انا هقول لكم كل اللي ايه. لا احنا انا شارط على الاكاديمي من اول ما يوم من اول يوم جيت اشتغلت هنا تعاون مع الاستاذ امير، ان لا يمكن انتوا تحقنوا لا بمحلول ملحي ولا
هنجيب لكم فيلر حقيقي عشان تحسي بالإحساس الحقيقي بتاع الفيلر. هو احنا انا مضيع وقتي عشان اجي اهرج؟ اكيد لا. الأكاديمية محترمة مضيعة وقتها عشان نهرج؟ اكيد لا. جايبين فيلر حقيقي زي الفيلر اللي بتتحقنين المرضى. وما يعني المتطوعين دول حشاكم كلاب؟ لا، ناس حقهم انهم يجوا. هدايا عشان في بلاد بره المتطوعه دي بتاخد فلوس. موديل جايه متطوعه، يعني العالم بتجرب فيها وبتشوف فيها وبتصور فيها. فده مش عامل انساني، عامل نفسي، تستاهل عليه فلوس، تستاهل. فلذلك هتجربوا هتحسوا باحساس كل حاجه. اما بالنسبه للناس اللي بتخفف، هجاوبك. فده بيجي حاجه اسمها بادي فيلر، فيلر جسم بيجي هو كده 10 سي سي وبيخففوه بنورمال سلاين، وده يعتبر غش تجاري. انا البنت لما عملت اسبوعين ثلاثة ما كأنه صار جاي حدث جاي عادي. جايبه فيلر سيء، وما اكثر الفيلر السيء. نادر لما تلاقي حد في اسطنبول بيستخدم فيلر اوريجينال، يمكن انا وكم حد تاني. انا بستخدم ثلاث اربع انواع اوريجينال كلهم. عمري ما لا مش عشان ما اكذبش، اول لما جيت تركيا ما كنتش عارف، فلطشت لحد ما وصلت للحاجات الاوريجينال. لذلك اسعاري غاليه. انا ابره الفيلر عندي ب $300، 1 سي سي من 200 يعني 300. ولو هتعمل اكتر من ابره انزل السعر طبعا، لان ما بستعملش غير انواع اوريجينال. لا، بوتوكس ارخص عندي لان بستعمل التركي لانه ما فيهوش مشاكل. بستخدم الديسبورت والماسبورت. الماسبورت احسن لان الديسبورت بيعمل سقوط في الجفن كتير. الديسبورت كويس. خليك على الماسبورت، الماسبورت ايراني وحلو الصراحه. لكن الفيلر لا، لازم اجيب اوريجينال. بجيب هياميرا من ليبيا ومن العراق احيانا ومن مصر، مؤخرا بجيب من سلطنة عمان، صاحبي فتح شركة هناك. هيا ميرا إيطالي خطير، موجود منه في العراق. هيا ميرا، لا لسه في محاضرة عن أنواع الفيلر. اسمها اسم المنتج إيه؟ أوكي طيب. بس أنا بستخدم هيا ميرا، بستخدم جوفودير. لا الا في اصل هنا في الاغلب 90% هتلاقي اتراك بيبيعوه مضروب، اتراك وسوريين. لكن في كام شركه كده بتجيبوا اصل هتلاقيه مختلف، شكل العلبه حتى مختلف. مش كله بس هي قيمه، التانيه تافهه. بستخدم نيوفيا، بجيبه من بغداد من العراق. نيوفيا هايميرا ستايل ايدج لسه هقوله. الايه ساردينا مش الاغلبيته مش الاصلي، لكن لو الاصلي يبقى كويس. بستخدم فيلر برضو بجيبه من العراق اسمه فيليكس. وبستخدم ستايل ايج، نيوفيا، جوفودير. بستخدم احيانا ستايل ايج، سوري، ريستالين ريست. وبستخدم تيوزيال. لا ما جربش دكتور فيل. لا موجود منه في فين هنا؟ من روسيا. ليه؟ وبكم سعره؟ من الشركة، وأنا أعملها بقى ب 200 300 زي ما أنا عاوز. أوكي طيب، لسه في محاضرة عن التسعير والحاجات دي، بس ده سبق الأوان وأنواع الفيلر. خلينا نرجع لمرجعنا، المقاسات. أكيد الدياميتر اللي هو الجي أرقام بقى. تبدأ بين إيه؟ تعالوا نشوف الواسع فالضيق، ولا عايزين ناخد الضيق في الواسع؟ تعالوا نشوف الضيق في الواسع لان هي الاكثر انتشارا فالاقل استخدام. اضيقهم خالص 30 جي. اول لما تلاقي ابره مكتوب عليها 30 جي اعرف ان دي انحف واحده، ودي اللي بنعمل بقى فيلر الشفايف عشان نرسم الرسمه الروسيه. لا في 30 جي للراشن تكنيك. يس، ما بعملش دايما الشفايف، استخدم ال 30 جي. استخدم 13 ام ام 30 جي يبقى لونها اصفر. اللي اضخم منها شويه
27 في 27 26 ايه ده يا دكتور؟ انت نزلت بالرقم، هو لما تنزل بالرقم تصير اضخم؟ اه العمليه عكسيه، يعني ال 30 جي نحيفه، ال 27 جي اضخم، ال 26 جي اضخم واضخم، ال 25 اضخم واضخم واضخم، ال 22 تخينه، ال 18 اوف. كل ده جي. يبقى انت عندك ال 30 جي ده انحف واحده فيهم، ودي اللي بستخدمها في الراشن تكنيك اوف ذا ليبس. 27 جي اضخم شويه، ولعلمكم كل الفيلر اللي بيجي لكم بيجي معاه نيدل في الغالب بيكون كله 27 جي الاكثر استخداما. احقن بيه بقى، احقن بيه كله، خدود تكساس نيزليبيا اي حاجه. 27 جي 26 جي زيه، ايه اللي يبدا يفرق معاكي؟ ال 22 التخين ده بقى. ما بستخدمش نيدل 22، بس ممكن استخدم كانولا 22. 22 لما يكون فيلر تخين. 18 جي نادرا لما تستخدميه، بستخدمه اكتر للناس اللي بيجوا لي عندها خسفات في الباتوك في المؤخره، وبحقن لها فيلر للمؤخره او دهون للمؤخره، بستخدم لها غالبا 18 جي. ده تخين، ده نيدل تخين. اه اوتولوجس فات، دهون ذات، شحوم ذاتية. طيب بس بس بالفرق او الدهون، ما سمعتنيش وانا بقول الدهون، لا اما دهون لا اما فرق. حد معاه منديل؟ عرفنا انواع. طب دي محاضره عن النيدل اهو، انواعه واقطاره. وعرفنا كل ما الرقم قل كل ما كان اضخم، اضخم عكس، لكن كل ما رقم الطول زاد كل ما كان اطول. هندرس بقى كل منطقه في الوش، وكل منطقه في الوش لازم تسالي نفسك 3 اسئله. يا ترى الفيلر اللي انا هستخدمه فيلر تخين؟ يعني ايه فيلر تخين؟ اصل الفيلر كمان انواع، تك الثيكنس بتاعه، السماكه اكيد، سميك عشان يبين لازم يكون سميك، ميديوم تحت العين سوفت. فيبقى اذا من هناخد من كلام زميلتكم المقدمه اللي احنا هنقوله دلوقتي، ان انواع الفيلر، أنواع الفيلر 3 أنواع. مين اللي 3 وبينقسموا لأكتر من كده؟ بس الأغلبية 3. إن الفيلر بتاعي، الفيلر بتاعي أول حاجة هتلاقي فيلر سميك بنسميه ثيك، تخين، وده يناسب إيه؟ يناسب الاماكن اللي فيها بون تحتها عظم، زي الجو لاين، زي التكساس، زي التشيكس، زي التيمبلز. ايه ده؟ هو التيمبلز ده اه طبعا فيه عظم جوه، عظم الجمجمه. فده يناسب الاماكن بنسميها بالانجليزي البون ستراكشر بيز، الاماكن التي تعتمد على خلفيه عظميه في عظم تحت. ايه ده؟ بون ولا بقى ستراكشر طب بندورة معايا، بيز. طب بندورة الناس بندورة اللي فاتحين المايك لبا فاكروا عندنا احنا، مستر حمزة المايك، دي احنا بنسميه فيلر لبا تخين، وده يناسب حبيت البون لبا ستراكشر بيز، الاماكن اللي اللي هي تحتها عظم زي بتطلع من تشيكس كل جو الكلام لاين ده. ده، لكن ما يناسبش مثلا التشين مع عظم.
مثلا عصر استطالة حضرت ايه؟ ستراكشر. دلقون. انا معلش ما كملتش ال تي يو ار. ستراكشر ستراكشر يو ار اي. الان هنشيع جنسكم من شويه. المايك الصوت في صوت طفل اسده انا من عندي. ما اعرفش اسده من عندي ازاي بدون شهادات ونظام المراكز النواب اللي يستخدموا فيها او الشهادات الصحيه بدون ما جماعة ما أنا ما أعرفش أقفل إزاي المايك ومش عارف أنهي مايك اللي شغال. بارتيسيبنت أيوه أهو. ميوت أول حتى أنا. ما لا أدي ميوت أهو يا جماعة. السلام عليكم دكتور، راح الصوت حضرتك، صوت حضرتك راح. دكتوري ما في صوت أبدا. سامعين الصوت كده؟ أظن الصوت كده رجع صح؟ صباح النور. آه خلاص الصوت رجع تاني. ربع ساعة خلص. رقم 3
اوكي سلام. سامعيني كده يا جماعة؟ يعني اوكي. رقم 3 هتلاقي فيلر سوفت. هتلاقي سوفت فيلر. وده فيلر خفيف، باين من اسمه، باين من اسمه ان هو فيلر يناسب منطقة تحت العين، اندر اي. ممكن تصميم انذر بيس، بس هتنجيني من انذر بيس. يس يو كان. هيبقى اكثر طراوة، هيبقى طري اكتر، وهيبقى بس مش هتقدري تعملي بالرشم. كأنه مستوى صح، a little bit. فلذلك مش هتقدري تعملي، بس هتبقى كونتورينج كده، حاجة بسيطة. لكن الرشن منه بيعتمد على أعمدة بترسميها من تحت لفوق، عمالة تعملي أعمدة أعمدة عشان تعملي كبس وزم الشفة. الشفة تبقى رافعة لفوق مش طالعة لقدام زي بوز البطة، فده لازم يكون ميديوم. هو ايه الفرق ما بين الثيك والميديوم والسوفت؟ رحنا حضرنا مؤتمر مرة في باريس سنة 2018 قبل الكورونا. كنت انا ساعتها شغال في السعوديه، اشتغلت في السعوديه 5 سنين، وشركه تيوزيال، شركه سويسريه، واغلب مصانع الفيلر في اوروبا في المنطقه الواقعه ما بين فرنسا وسويسرا، في مدينه مش فاكر اسمها ايه. ما زرناش المدينه، بس زرنا المعرض في فرنسا. كان في حته في وسط البلد اسمها لو بالي دو كونجري، اللي هي قصر المؤتمرات او معرض المؤتمرات، لو بالي دو كونجري. ما بعرفش اتكلم فرنساوي قوي، بس هو اسمها كده. المهم رحنا شفنا شركه، كانت شركه اسمها جالديرما، جايبين البارتيشن بتاعهم، جايبين قطعه كده، خلوا المصنع يصنع قطعه فيلر قد كده في صوره مكعب، وجايب لنا بقى الثيك والميديوم والسوفت، قالب سك، قالب فلزر، قالب سوفت. يقول لك اختبار، حط ايديك وشوف مدى اللظاظه والانسجام مع الفيلم. لقينا الثيك ده نضغط عليه يرد تاني قوي، في مقاومه، ما هوش طري، لا زي الكاوتش، مش زي طبعا اطار السيارات، يعني اكيد طبعا اطار السيارات انشف بكتير، بس يعني ها ترده ما مي... لكن الميديوم تضغط لا يفضل معلم، ولو ترد يرد ببطء، وتقدري تعدلي وتشكلي فيه. ده برضو تقدي طبعا الفك، تقدري تعدلي وتشكلي فيه، بس ده مايع شويه، ده ماسك نفسه. السفن ده لانها شبه الميه، لا مالناش دعوه بنسبه الدوكين. اتضح ان في ماده بتضاف على الفيلر اصلا اسمها البي دي دي اي. احنا شفنا التصنيع بقى من البدايه، ماده اسمها البي دي دي اي. الماده دي بيقول لك لو اتضاف، هو ايه اصل الفيلر؟ اصل الفيلر جابوا كائنات حيه دقيقه، مايكرو اورجانيزمز، من عيله اسمها الاسبرجيلاس. كائن حي دقيق زي الفيروسات والبكتيريا، بس هي بكتيريا. ولقوا ان البكتيريا دي لما يوفروا لها درجه حموضه وقاعديه ودرجه حراره مناسبه، تقدر تصنع نوع من انواع البوليساكرايدز، كربوهيدرات. هو يعتبر الهيالورونيك اسيد نوع من انواع البوليساكرايدز اللي هو الهيالورونيك اسيد. اكتشفوا ده بالصوت، فقال لك خلاص تعالى بقى ناخد الهيالورونيك اسيد ده، بس طبعا تصنع هيالورونيك اسيد مشتت عشوائي، ياخدوا المعامل يصفوه يقرروه، يضيفوا عليه ماده البي دي دي اي. كل ما زاد البي دي دي اي كل ما زاد سماكه، كل ما قل البي دي دي اي كل ما قل سماكه بقى خفيف. امال ايه الليدوكاين؟ الليدوكاين ده مؤخرا بقى يضيفوا مع الفيلر ليدوكاين عشان لما تيجي تحقنيه ما يألمش المريضه.
هو الليدوكاين اصلا ماده مخدره، هي ماده اصلا مخدره الليدوكاين. السيك والميديا والسوفت الثلاثه فيهم هالورونيك اسيد، بس بيكوز هنا تركيزه اعلى ومضاف اليه بي دي دي اي اكتر، هنا تركيزه شويه وسط ومضاف اليه وسط، هنا تركيزه خفيف ومضاف اليه خفيف. بس نكتفي بهذا القدر، معلومات كتير النهارده ورا بعضها، ونكمل ان شاء الله بكره. بكره ان شاء الله هنخلص الفيلم. اه والله، ايه والله الفيلم عادي، مش عاوز يخلص بكره، براحتك بكيف. ليه مش عاوز يخلص بكره؟ يا طب ولو خلصت لي كل الدفعات الكتيره في مشكله؟ ما نسيبها لوقتها، ما نسيبها للظروف. طب ويمكن حظ البوتوكس احسن، يمكن ربنا موفقه اكتر. ايه العفو، اهلا وسهلا.